يلقبان بالتوأم لكثرة الشبه بينهما، موهبتان في رياضتين تعتبران من أبرز الألعاب الرياضية الأكثر شهرة. حسين ومهدي مستقبل واعد في عالمي كرة القدم والسباحة محلياً، ولما لا فالطموح يبدو عالمياً. هم وصغار تشوف الموهبة، يعني هو صغير يشوف شون يلعب طوبة 24 ساعة، يعني كل ما يقول لك طلع نريد العب طوبة يطلع وياك طوبة ويا تاخذ الخماسي، يعني عنده يشوف لمسة باللاعب. أول ما دخلوا هم النادي النجف، وراها أخذناهم الإيران بفريق لوس بوليس الإيراني، وراها أخذناهم القطر أمات معسكر، ظلوا تقريبا 4 أشهر إلى 5 نادي الكحيل القطري، وراها جبناهم من نادي النجف، هسه هم جاي يتمرنون بنادي النجف. من أكاديميات محلية إلى معسكرات دولية، تمكن هذين الطفلين بأن يحجزا مقعدين في تمثيل المنتخب العراقي للأشبال في لعبة السباحة. أنا عمري 11 وصفر رابع ورحت الخامس، وطموحي عندي طموحين، طموح السباحة وطموح كرة قدم، وأتمنى أصير ألعب بنادي الجوية منتخب العراق. عمري 11 سنة، ألعب في أكاديمية العمدة وأيضا أكاديمية النجف، وإحنا أبويا اكتشف المواهب كرة القدم والسباحة، والسباحة خلينا اللياقة لكرة القدم، وبعد كم يوم ياخذنا بابا القطر. أنا كانت عندنا بطولة بالحلة أخذت المركز الأول، وابن عمي أخذ المركز الثاني. قطر وإيران أبرز المحطات الدولية في تدريب حسين ومهدي في أكاديميات نادي بريسبوليس الإيراني ومن ثم نادي الدحيل القطري، ليضعا أول خطوة نحو العالمية في كرة القدم. إن شاء الله ورا الامتحانات نسوي لهم برنامج، إن شاء الله عندي برنامج القطر لمسية قطري، وعندي برنامج لسبوليس الإيراني إن شاء الله، عندي دعوتين دازيل لهم، أي عندهم حتى هوية مال اتحاد وزارة الشباب والرياضة، سباحين هم عندهم هوياتهم سباحة. دعم الأب والعم، دعم كان له الأثر الواضح في صقل مواهب حسين ومهدي ليكونا خير أصدقاء لهما في تطوير قدراتهما الرياضية. أحمد الحسين، قناة الرشيد، النجف الأشراف.